بعض الاجراءات الان يعني اتت كلها بانه اثرت، قللت التقليل من الروتين، المتابعه المباشره، التاكد صحه الصدور، كلها صارت جيده جدا. ولكن مع هذا توجد مسائل اخرى، وهي البعض لا زالت بعض النفوس الضعيفه لا يدرسون الحاله ويشوفون الخفايا او زوايا او نقاط الضعف في بعض القرارات للوصول الى الفساد، من ان يبتز المواطن، يبتز صاحب الحاله، بالكتب الرسميه تزور. خطوه موفقه، واهم شيء اهم شيء يكون الاشراف عن طريق الرقابه، عن طريق التفتيش، كل ويكون الكتروني. الكتروني هذه الطريقه الوحيده للقضاء على الفساد، ويرجع البلد امان وكما كنا في السابق ان شاء الله، ونكون احسن ان شاء الله. حالات التزوير وحالات الاختلاس وحالات الهدر بالمال العام، يعني هذا شجع الحكومه او نبه الحكومه الى انه اتخاذ اجراءات صارمه مع مثل هكذا موظفين، اضافه لانه تعديل بعض الاليات العمل من خلال يعني تقليل الروتين في مراجعات الدوائر، ان يكون التقديم الالكتروني هاي موجود على البطاقه الموحده، موجود على بقيه الامور الاخرى، حتى يعني يعني العملات الماليه ايضا صارت عن طريق الاجراءات الالكترونيه. كل دول تعاني من الروتين، التعامل الورقي الموجود الان، يعني احنا نسمع بالاتمته الان العالم كله تقدم، شوف يعني، وهذا جزء من عمليه القضاء على الفساد الاتمته. واحنا للاسف بدنا نشوف يعني بعض يعني شو يعني الدوائر تتعارض هذا الشيء من اجل ان تستمر الفساد، يعني هاي الاتمته راح تقضي، يعني احنا ما نقول نقضي 100% لكن 90% على الفساد. حياكم الله. دوائر تجعلك تدور على نفسك، روتين وبيروقراطية، ابتزاز تحت الطاولة، لا معاملة ولا إجراء يمضي دون أن تدفع الأموال أو يدفعك أحد معارفك بلا طابور. أما التزوير حدث ومعك شاهد، واصطياد في الطرقات، ختومات وتواقيع على الورق، وكل ما ذكر وضعناه في كفة التحديات أمام الحكومة العراق. أما الكفة الأخرى فهي ما تسير به الحكومة الحالية، حوكمة في دوائر ومؤسسات الدولة، وثائق إلكترونية بعيداً عن الإثباتات الورقية. ولكن السؤال، هل ستنجح هذه الخطوات بوجه التحديات للإسراع في إنجاز المعاملات، إبعاد حاجات الناس عن النفوس الضعيفة، أم أننا نحتاج فعلاً لإجراءات احترازية أكبر من العواقب كإجراءات الصحة أمام جدر القردة، وباء ينتشر بسرعة، إصابات في الواقع ولا أنها في الأخبار فقط، حالة حال كورونا أم يختلف عن كورونا؟ أسئلة نحتاج لها إلى إجابات سنبحث عنها في حلقة اليوم. نفتح ملفنا الأول لهذا اليوم، ورح نتناقش فيه مع ضيوفنا مدير المشاريع في دائرة مركز البيانات الوطنية الأستاذ مازن جاسم حمد. حياك الله. الله يخليك، شكرا جزيلا ست، أهلا بك. كما ينضم إلينا الخبير التقني الأستاذ مصطفى الموسوي. حياك الله مصطفى. تسمعني مصطفى؟ نعم. طيب، سيحاول الأخوة الاتصال به من جديد. إذن أستاذ مازن، أبدأ معك، نبدأ من الدولة ومؤسساتها والبيروقراطية والروتين، الابتزاز والفساد والرشاو والمعارف اللي تمشي لك المعاملة. نعم. يعني بداية خلينا نوقف على الأسباب، ليش وصلنا لهذا الحال؟ بداية طبعا نشكركم على الاستضافة الكريمة. حياك الله. أهلا وسهلا. حتى نسلط الضوء على الخدمات اللي نقدمها احنا في دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الحقيقة هو التحول الرقمي، احنا معنيين في هذا، نساعد الجهات الرسمية على التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية. العالم كله يتجه نحو التحول الرقمي من أجل القضاء على هاي البيروقراطية والفساد، من أجل أن يعني نستثمر حتى الموظف، بدل ما يعني الموظف يعمل على نفس المعاملة أكثر من مرة، لأنه مثلا معاملات صحة الصدور هي الحقيقة معاملة واحدة يعمل عليها الموظف أكثر من مرة. يعني أضرب مثل يعني احنا سوينا نظام اطلقناه قبل سنتين اسمه المشروع الوطني لالغاء معاملات صحة الصدور، وفعلا اليوم 90% من دوائر الدولة تعمل بهذا النظام. لكن اضرب مثل صحة الصدور متعبة، روتينية، بيروقراطية. والله خلي اضيف لحضرتك معلومة، الموظف ما يعرف المعاملة يدلل الجاي المواطن يدليه على اشياء غلط لان هو ما يعرف شلون يمشي له. ست هذا الحقيقة الكلام اليوم اختلف كثيرا، يعني اليوم اذا تلاحظون تدخلون في اي دائرة من دوائر الدولة وتلاحظون انه المواطنين صار منظر مألوف انه شايلين معاملاتهم ويا المعاملة اكو رمز الاستجابة السريعة اللي هو QR code، فما راح يحتاج المواطن انه يرجع. اضرب مثل اليوم إذا وكالة صادرة من كاتب عدل في معاملة تحويل ملكية عقار مثلا، هاي سابقا كانت تروح إلى مثلا دائرة التسجيل العقاري، دائرة الضريبة، دائرة البلدية، كل دائرة من هاي الدوائر كانت تطلب معاملة صحة صدور. فبهاي الحالة أنا نفس الشخص ونفس المواطن أنا هدرت من جهد الموظف 4 مرات، مرة من استخرجت له الوكالة ومرة من طلبت له صحة صدور من كل دائرة من هاي الدوائر اللي راجعها، بينما هو الحقيقة اليوم راح يأخذها مرة واحدة، يأخذ وياها QR، وهذا QR راح يبقى وياه يستخدمه، وحتى مستقبلاً يكون عامل هذا QR. وحتى إذا هذا QR code تلف، هو ورقة ممكن تتلف ممكن تضيع منه، حتى إذا تلف هو ممكن أيضاً يتصل، إحنا عندنا رقم مجاني 5599 call center يعمل من 8:00 صباحاً لغاية 12:00 ليلاً يومياً كل أيام الأسبوع، فممكن يتصل. احنا شنو وظيفة هذا المركز؟ هذا المركز الاتصال مرتبط بكل الخدمات اللي نطلقها في مركز البيانات، ورقم مجاني حتى ما يتكلف المواطن شيء. فاحنا هذا المركز مرتبط بفريق الدعم اللي موجود في مركز البيانات، فاحنا راح نولد له QR وما راح يكون مضطر انه يرجع الى الدائرة اللي صدرت الوثيقة مباشرة، يتصل يقول انا عندي QR هاي معلوماته، احنا راح نرسل له QR جديد ونولد له QR جديد. فالحقيقة وفرنا الكثير، يعني وفرنا على المواطن، وفرنا على الموظف، وحققنا يعني أيضا يعني قطعنا الطريق على الفاسدين وعلى ضعاف النفوس اللي يبتزون المواطنين. كان سابقا يعني هسه أكو ابتزاز لو قل؟ قل كثيرا ست، بس قل كثيرا، لازلنا نعمل ست. إحنا بمركز البيانات الوطني يعني نسابق الزمن من أجل أنه المواطن يلمس، لأنه مثل ما تعرفون شعار الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي هذا شعار من زمان، الناس من سنين تسمع به، ولكن الموضوع هو مو سهل، يتطلب اولا تضافر جهود، مو سهل على الحكومه لو مو سهل على المواطن، لان المواطن فينا عمره كله بالورق وبالمعاملات. صحيح. من تيجي هسه تقول له هذه معامله الكترونيه وكود وكيو ار، حقيقه ما يعرف السر ولا ما يعرف حتى يملي استماره الكترونيه ولا ست ولا راح. حتى بالمناسبه حتى الخدمات اللي تحتاج ملء استماره او هاي الاشياء البسيطه ايضا ممكن يتصل بال 5599 يسالهم، احنا مسمين لها الخدمه الارشاديه، يعني هو مجرد حتى دليل للخدمات، يعني ممكن يسال هاي شلون ابلي الخدمه، شلون اقدم على هاي الخدمه، فايضا راح يرشدوه. يعني احنا ايضا نريد المواطن يصير عنده هاي الثقافه، يعني حاليا قاعد يروح المواطن اضعف الايمان يروح للمكتبه، ممكن يساعده بالمكتبه شخص، احنا لا نريد. ليش هذه الثقافه بدها تتطور عندنا؟ سأكون مركز ارشادي. نعم. اذا المشكله بالتوعيه. نعم. هل انتم صحيح دا تقومون بهذا العمل لكن بدون جهد اعلامي؟ اغلب الناس خاصه كبار العمر والمتقاعدين بصراحه ما متعود على هذه الامور، راح يروح لابو المكتبه، راح يدفع لابو المكتبه فلوس، راح يستثقل هذه الامور. صحيح. ما راح يتقبل. صحيح. واحنا ست لهذا السبب احنا نحث الدوائر، يعني وهذه جهود تتضافر لازم كل الدوائر مو بس. نعم. احنا لان يعني المواطن لازم من يروح للدائره يلقى بروشورات، يلقى صفحات تدلي، يلقى موظف يرشده، يلقى صفحه بالفيس خاصه بالدائره ممكن بوسائل التواصل ممكن تساعده. اليوم المواطن من يستخدم التليفون، خلينا نقول الموبايل، سهل عليه يستخدم تطبيقات مثل مواقع التواصل وغيرها، احيانا قد تكون هاي التطبيقات ترى مو سهله وبها تعقيد، ولكن هو لان هو محتاج انه يستخدمها تشوفين صارت عنده معرفه بسهوله يقدر يستخدمها. اذا هي مساله وعي استاذ وعي. نعم ست. واحنا لذلك ايضا ست اكو جانب مهم جدا انه
ان يعني اكو خطه خلال هاي السنه ان شاء الله تكمل تحويل كل الخدمات اللي نقدمها احنا في مركز البيانات، لان احنا عندنا خدمات اليوم عندنا اكثر من 400 خدمه الكترونيه. نعم. تحويلها الى تطبيق بالموبايل لان اسهل على المواطن. راح نتحدث عن هذه النقطة، ولكن اسمح لي أن أرحب بالأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء. حياك الله أستاذ حيدر. حياكم الله، مساء الخير، تحية لحضرتك وللأستاذ مازن، وإذا حضر الماء بطل التيمم. أستاذ مازن هو صاحب اختصاص وخبير. نعم. وتقني ومهندس، وهو ملم بكل معلومات، هو أفهم مني تقنيا وفنيا. نرحب بكم. حياكم الله اثنيناتكم، ولكن أنت تبقى المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء. نعم. نعم. وطبعا نعم. هذا مفيد جدا في حلقة اليوم. أرد أسألك بصراحة، عندنا بيروقراطية، عندنا فساد، عندنا ابتزاز، عندنا واسطات، ماشي لي هذه المعاملة، خابر لفلان وخابر لك فلان، وهذه أصبحت جزء من ثقافة المواطن العراقي. اليوم شلون نستطيع أن نقضي على هذه الظواهر؟ ابتداء العراق تأخر كثيرا في هذا الملف، ملف الحوكمة والأتمتة. هنالك دول يعني كثيرة هي يعني أقل شأنا من العراق، مع كل الاحترام والتقدير، لكن العراق تأخر لعدة أسباب وظروف احنا بعيدين عن التحدث عنها. لكن الآن هنالك توجه حكومي جاد، هنالك خطوات إيجابية ملموسة على أرض الواقع، هنالك أرقام وبيانات صدرت عن مركز البيانات الوطني. الأمانة العامة لمجلس الوزراء على اعتبارها هي تترأس سكرتارية الحوكمة في العراق، هنالك اهتمام مباشر واستثنائي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف. دائرة مركز البيانات الوطني حظيت بزيارة للسيد رئيس مجلس الوزراء وافتتحها هو شخصيا، وأيضا هناك في مكتب رئيس الوزراء اجتماعات عقدت، ايضا هنالك مستشار للسيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عملية الحوكمة. اليوم كان هنالك اجتماع في مركز البيانات الوطني لبحث ملف التحول نحو الذكاء الاصطناعي وبقية هذه الملفات. هنالك فساد، نعم هنالك فساد، لا ننكر وجود فساد في مؤسسات الدولة من قبل بعض ضعاف النفوس، هنالك ايضا ابتزاز من قبل بعض معقبي المعاملات في مداخل المؤسسات الرسمية، خصوصا التي لها تماس مباشر مع المواطنين. هنالك تزوير في الوثائق الرسمية، هنالك تلاعب بالوثائق الرسمية، عملية الحوكمة، عملية الإجراءات اللي اتخذها مركز البيانات الوطني، دائرة مركز البيانات الوطني هي يعني أنهت إلى حد كبير، يعني أقدر أقول عملية تزوير الوثائق انتهت 100%. ما يقدر موضوع الابتزاز، يعني أنا عندي معاملة الآن إلكترونية أقدم عليها من خلال جهاز الموبايل أو الحاسوب الخاص بي، ومباشرة تصل إلى الدائرة، ماكو وسيط، ماكو شخص راح يتزوي. أنا عملية إلكترونية ومسيطر عليها من قبل. طبعا بالمناسبة هي أيضا الشبكة الحكومية مؤمنة وغير قابلة للاختراق، هنالك جهات أمنية ساندة عملت على هذا الملف. إذن الآن مثل ما ذكر الأستاذ مازن، احنا بدينا بالخطوة الأولى والثانية، لن نتوقف حتى التحول للرقم الشامل إن شاء الله. ولكن صارت حالات باختراق البيانات الرسمية عن طريق التليجرام، يعني أتذكر البطاقات مال الناخبين ومعلوماتهم صارت متاحة. اليوم المواطن هم عنده تخوف، هذه نقطة. وارجع على نقطة تفضلت بها، ممكن تحدثني عن مخرجات اجتماع اليوم؟ اليوم بحقيقة أنا في ذقار منذ 3 أيام، هنالك يعني مكلف بواجب رسمي متابعة عدد من المشاريع، لكن يعني بصفتي مدير إعلام أنا أيضا أطلع على الأخبار، لكن ممكن الأستاذ مازن أيضا يقدر يشرح عن الاجتماع، لكن وطبيعة الاجتماع كان كيفية البدء بخطوات وبحث ملف الذكاء الاصطناعي، وايضا تطوير كل البرامج اللي يقدمها مركز بيانات الوطني من ضمنها بوابه اوراق الكترونيه اللي اعتقد يعني انا الصبح تابعتها 422 خدمه، يمكن يسعفني استاذ مازن اذا زادت. احنا ما شاء الله يعني خلال ساعتين باليوم الثاني عندنا خدمات تزيد 5 و10 واكثر. هذه الخدمات الحكوميه الان باستطاعه المواطن ان يقدم على معامله وتنجز 100% بدون ان يصل الى الدائره المعنيه. في عدد من الملفات هنالك معاملات ممكن 95 90% وال10% ممكن يراجع، ايضا هنالك
برامج أخرى، خطوة اقتراح من وزارة الاتصالات كانت تعمل عليه بالتنسيق مع دائرة مركز البيانات الوطني بعملية التوقيع الإلكتروني، يعني حتى المواطن الآن يقدر راح يوقع إلكترونيا على معاملته. هذه الخطوة أيضا كانت هي مقترح من وزارة الاتصالات. إذن مركز البيانات الوطني مستمر مع كل مؤسسات الدولة، هنالك دورات تدريبية ورش عمل على إطلاق الخدمات ومن ثم تجهيزهم بالأدوات بالأجهزة والمعدات التقنية من مناشئ عالمية آخر إصدارات. هنالك اهتمام حكومي يعني حتى يعني كل العمليات الآن موضوع التحول الرقمي، الأتمتة، الحوكمة. احنا نتحدث ليش عن الأمان العامة المزاحم، دخلنا السنة الرابعة أو الأربعة ونص، احنا ما عندنا بريد ورقي سوى يعني 1% اللي هو البريد السري، بدءا من أصغر موظف إلى الأمين العام مجلس الوزراء. كل بريدنا هو إلكتروني ويحول وأجندة كاملة. إذن هنالك ربط الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالوزارات بتداول الوثائق. هذا الشق الأول لو سمحت لي، سألتك بالشق الثاني. اليوم أكو تخوف من حالات اختراق البيانات أو اختراق المعاملات، هل أنتم كأمانة عامة لمجلس الوزراء قمتم ببعض الخطوات لحماية بيانات المواطنين؟ ابتداء الشبكة هي شبكة حكومية مؤمنة، الأجهزة والمعدات اللي وصلت إلى مركز البيانات الوطني هي من مناشئ عالمية ورصينة وحديثة. هنالك تنسيق عالي المستوى فيما يخص عملية الأمن السبراني ما بين الأجهزة الأمنية المعنية بالتواصل الإلكتروني. لغاية الآن لم يحدث اختراق لله الحمد، كل شيء وارد. يعني هنالك الكثير من المواقع العالمية الرصينة تم اختراقها، لكن لغاية الآن البرامج الخاصة بمركز البيانات الوطني لم تخترق لله الحمد. ويعني أستاذ مازن موجود، هذه الأمور الفنية والتقنية أيضا هو ممكن يشرحها لأن هو صاحب اختصاص أكثر. طيب شكرا أستاذ حيدر. إذا نرحب بالخبير التقني مصطفى الموسوي، حياك الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أريد أسألك بداية باعتبارك خبير تقني، شنو رأيك بحوكمة المعاملات وحوكمة الدولة؟ ممكن أكو اختراق للبيانات كما حدث في تليجرام لو لا؟ نعم، بداية تحية طيبة جناب الشيخ الكريم، ولكل متابعين قناتكم الكريمة والضيف الكريم. يعني تحياتنا للأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة. بس حقيقة أنا يمكن أول مرة أقول هاي الجملة، أنا انغثيت من هذا الكلام. يعني الكلام هذا شنو اللي غثك مصطفى؟ حقيقة يعني أنا رجل دا أتكلم بواقعية ومنطقية، ما أريد أتكلم بنيجاتيف أو بسلبية. إحنا ندعم خطوات الحكومة ونشد على يد رئيس الوزراء بالتحول الرقمي، وهو جاد بالمضي بالتحول الرقمي حقيقة يعني هذا الشيء. ولكن لو كنت أنا مواطن عربي وجالس الآن دا أتفرج على التلفزيون، دا باوع على كلام الأستاذ حيدر المجيد، راح أقول إنه العراق دولة مؤتمتة 100%. ستي العزيزة، إحنا دولة ورقية، يعني رجل موظف في الدولة العراقية قد هو يواجه صعوبة بالانتقاد، محكوم بشروط. أوكي زين، أنا اليوم ماجستير هندسة اتصالات شبكات حاسبات وأدرب أبن سيبراني، وعندي طلابي وعندي ناسي وروح أدرب بالجامعات ومؤسسات الدولة. أسألش بالله يا أستاذتي الكريمة، اليوم إذا تريدين تروحين كمين معاملة في إحدى دوائر الدولة، مثال ابنك أو بنتك تخرجت من هذه الكلية، يطلع إشعار مباشر إلى وزارة التخطيط والتعليم العالي والتربية وكل دوائر الدولة إنه هذا المواطن تحول من طالب إلى خريج، يطلع هالشيء عندنا. إذا تريدين تروحين تسوين معاملة صحة صدور في إحدى المديريات مال الكرخ الثالثة، الوزارات الصحة، يطلع إشعار من هاي الدائرة إلى الوزارة المعنية وترجع عليك الآن. هذا كلام صار لنا سنين هسه، من خلينا نحكي من بعد 2003 احنا دولة مؤسسات ورقية. نعم، عندنا ثقافة الفساد والرشوة والواسطة ومشي لي هذه المعاملة واشيك هذه المعاملة. فمن الطبيعي انه من الدولة تبدي تحوكم الكترونيا تواجهك صعوبات. ممتاز، انا وياك جنابك الكريم رحتي على دكتور يقول لك انت مشافات معافات لو شخصك نسوي دياجنوسس. الكلام اللي تفضل به سعد حيدر المجيد الى كل التقدير والاحترام هو وجهه نظره خاصه به، ولكن انا ما ادري اشوفها منطقيه. يعني احنا حتى اسمع هذا الكلام لا حخلي رجع على رجل يقول يلا بعد وصلنا للمرحله الاخيره. انت كخبير تقني شنو النقاط اللي اولا احنا كحكومه عراقيه، هل توجد هنالك منصه عراقيه وطنيه موحده للامن السيبراني بحيث يكون بها كل البنى التحتيه التكنولوجيه مرتبطه في وعاء واحد؟ طبعا لا، الوزاره الفلانيه تعمل وحدها،
الدائرة الفلانية تعمل وحدها، القسم الفلاني ده يعمل وحده. طبعا هذه الأسئلة تستطيع أن توجهها للأستاذ حيدر. ما في، إذا هو كان ويانا على الجولة. لا لا ويانا على ممتاز الحمد لله. هذه الأسئلة أضعها بين يديك أستاذ حيدر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، إحنا كتحول رقمي وأشد مرة ثانية على أيدي الحكومة، وفعلا هاي الحكومة هي ماضية بالتحول الرقمي، ولكن نمضي بالتحول الرقمي ضمن سياسة منظورة، ضمن سياسة كلامية. السار حيدر مجيد يقول إحنا شبه مؤتمتين، ماكو في دوائر الدولة تشوفين ورقي. 1% قال أكو ورقي، يمكن 1%. أستاذتنا كريمة، أنا اليوم بوابة أور الإلكترونية لها كل التقدير والاحترام، مركز بيئات الوطني ده يعمل بطريقة صحيحة وقوية حقيقة، ولكن جودة من الماجور. يعني بوابة أور خابرتهم قبل يومين أنا، واتصلت بي ابني والمكالمة مسجلة، 4 معاملات طلبت من عندها individual كلها على حدة. الأولى قالت لي روح لهم، الثانية قالت لي روح لهم، الثالثة اعطتني رقم تليفون وقالت يعني خابرهم. يعني تقصد الموظفين طيب ما يعرفون؟ طيب وين أوتمي؟ لا لا مو ما يعرفون ستي عزيزة. احنا اليوم حتى نسمي روحنا دولة مؤتمتة، يجب انه انت قاعدة بالبيت تفتحين ويب سايت معين، كل اللي تريديه اجراج عبر الانترنت. لا هاي ما صارت. ما صارت احسنتي. ما صارت. وكل بس احنا نقول يا الله بعد خلنا نطي وقت. هاي يا الله دردني بي من عندها. هاي احنا ما بادين؟ لا احنا بادين، بس احنا هل نوصف حالنا بانه احنا 1% معاملاتنا ورقية؟ هاي الاستاذ مازن. استاذ اسمح لي. شو ترد على الاستاذ؟ اولا استاذ حيدر ما قال احنا 1% باقينا ورقي. لا اشكال. قال بالامانه العامه، وهذه فعلا احنا عندنا نظام لاداره الوثائق، احنا بايادي وطنيه من 2018 تعمل الامانه العامه تقريبا زيرو بيبر. يعني قال لك قال مثال فقط البريد يعني السري، فقط قال البريد فقط السري، البريد السري لا زال في الامانه العامه ورقي. هو ما تكلم على مستوى البلد، لا لا هو الرجل كان دقيق. ايش قد المعاملات الورقيه؟ ست اسمحي لي، احنا مع جل احترامي للاستاذ، احنا مو نروح نسافر مثلا، نروح نشوف دبي ونرجع مثلا، او نسافر للسعوديه، او نسافر ونرجع نقول وين الحوكمه بالعراق، وين التحول الرقمي بالعراق. هذه ناس باديه قبلنا بسنين طويله استاذ، وانت تعرف جنابك واكيد مطلع، هذول ناس بدوا قبلنا. والتحول الرقمي مو كلمه ومصطلح سهل، احنا نتكلم عن ميزانيات وعن اموال وعن شركات وعن سنين طويله حتى وصلوا الى هذه المرحله. يعني انا دائره مركز البيانات الوطني اليوم عمرها 2 فقط بالامانه العامه لمجلس الوزراء. انا ممكن انت تقارن لي وتتكلم بهالمستوى من الاتمته بعد 5-6 سنوات ممكن، بس احنا بس احنا ست حجر الاساس احنا اللي انتم حاطين مو صحيح. لا لا بالعكس، ليش هسه انتم عندكم بنى تحتيه الكترونيه موحده بين نعم الوزاره؟ نعم احنا هو هذا واجب اصلا مركز البيانات الوطني. زين. مثل ما قال الاستاذ لازم تكون مصب للبيانات، وفعلا احنا هذا الدور تشاركيه البيانات من واجبات مركز البيانات الوطني، وهذا اللي دا يساعدونا بالسادة المستشارين رئيس الوزراء والسيد الامين العام، لانه هو رئيس لجنه الحكومه الالكترونيه، في انه احنا التنسيق بين الوزارات. يعني انا احتاج اتكامل وزاره الداخليه من اجل البطاقه الموحده، اتكامل وزاره الصحه من اجل اجيب بيانات الوفيات والولادات الى اخره من البيانات. فتشاركيه البيانات هي ما راح تتم بيوم وليله، احنا اللي نتكلم عنه مصطلح يحتاج الى وقت، يحتاج الى كوادر. ما عندنا مشكله فلوس كوادر، ما عندنا يعني هسه احنا بادين وان شاء الله نوصل الى الحوكمه الالكترونيه بسهوله. يعني ماكو فد مشاكل او عوائق تواجهكم؟ لا هو اكيد اكو معوقات، بس المشاكل ان شاء الله احنا بدنا نعمل على تذليلها وبدنا نتعاون ويا الوزاره. شنو هي المعوقات استاذ؟ المعوقات ست اول شيء مثل ما يعرف الاستاذ يعني مقاومه التغيير من قبل الكثير من المسؤولين. اكو وزارات اكو مسؤولين ما يقبلون تتبدل. اي نعم هذه كل العالم بالمناسبه موجوده. زين ليش؟ ما هذه موجوده بكل العالم، هاي التقينا بخبراء بريطانيين وخبراء صينيين قالوا حتى عندنا موجوده مقاومه التغيير. صحيح. ناس عقليات كلاسيكيه صعب عليه انه يغير الورقه والقلم والتوقيع بجانب هذا اول عائق. الثاني هذه من العوائق. جانب المالي ايضا احنا نتكلم عن الميزانيات، يعني الموضوع الحكومه الالكترونيه مصطلح يحتاج الى مصاريف كثيره يعني، وهذه ما ترصد بسهوله، يعني لازم
عندنا احنا لجنه الحكومه الالكترونيه نعمل تحت مظله احنا الفساد عندنا واصل لهنا متغطين بالفساد. احنا الفساد اليوم اذا الدوله ما تعطيكم فلوس حتى تحاربون الفساد. لا لا ست مو ما تعطينا لا لا ست بس هذه موضوع التخصيصات الماليه تجي بطرق احيانا تكون بطيئه شويه اذا رجعنا على البيروقراطيه اذا هي الدوله حتى تصرف لكم طبعاً فلوس أكيد. اذا هم رجعنا للروتين احنا هسه كدائره في مركز البيانات الوطني انت حتى تريد مني منجز لازم توفر لي كل هاي الاشياء متوفره لكم يعني بشكل الى حد ما موجوده يعني الى حد الى عام اكو بس يعني على الرصد المالي يعني هذا مو اختصاصي اتكلم به حقيقه يعني انا رجل فني يعني انعدام الرصد المالي يؤدي الى انعدام الخطوات العامه لا لا مو انعدام لا لا مو انعدام خلينا نقول عدم تكامل الرصد المالي تعرف انه تحول الرقمي في العراق سجلها هاي النقطه عليه ونتلاقى بال 2028 2030 اذا الله كتبنا عمر في هاي القناه اذا صار اتمته ايرادك ما يقارب ال 50 الى 100 مليار دولار صحيح كلامك صحيح 50 الى 100 مليار دولار موازنه العراق 122 مليار دولار سنويا اذا احنا نتكلم على موازنه سنويه الى حوكمه واتمته هل هذا مخصص في لا لا استاذ هذه اول لا استاذ رؤيه وطنيه استاذي ل 20 سنه لحوكمه واتمته العراق لرؤيتنا اربع سنوات واطلع انا استاذي العزيز احنا ممكن تتحقق بنسب انا ما اقول لك 100% صح يعني احنا نحقق نسبه ويشوف المواطن فرق اليوم احنا بامكانيات بسيطه اليوم روح ادخل على اي دائره من دوائر الدوله واسال على موضوع صحه الصدور او اسال على كثير من الخدمات الالكترونيه المواطن بدا يلمس هذا الشيء وبدا يلمس لكن يحتاج الى وقت ويحتاج الى فلوس نعم. طبعا الاسئله اللي توجه بها استاذ مصطفى اتوجه بها الى الاستاذ حيدر استاذ حيدر تحيه للاستاذ مصطفى واعتقد هو جاء متاخر يعني سمع كلامي بندر السماع لا اله وما كمل اي جيت متاخر استاذ حيدر يعني هو قال اولا ابتداء اذا اكو شخص عربي يسمع كلام حيدر مجيد يقول العراق مؤتمت 100% انا باول كلمه اول جمله نطقتها قلت العراق تاخر كثيرا وهنالك دول اقل شانا من العراق هي متقدمه هاي وحده اثنين قلت احنا في الخطوات الاولى يعرف حضرته هو صاحب اختصاص يعرف يعني شنو التحول الرقمي التحول الرقمي يعني جهد من سنوات من ممكنات بشرية من أموال طائلة إذن أنا قلت بعدنا بالخطوات الأولى موضوع 1% مو كل مؤسسات الدولة أستاذ مازن جوابك عليها زين ماضين بهذا الملف عندنا باور من السيد رئيس مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء يشرف على هذه العملية اجتماعات مستمرة لقاءات مستمرة أتمتت المعاملات وكل الملفات الخاصة بالمؤسسات الحكومية خطوة خطوة هنالك جهد هذه الخطوات مدروسة هنالك مشرفين هنالك توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات مع منظمات وشركات عالمية رصينة إذن يا أستاذ مصطفى مداخلتك على العين والرأس ومطالبك أيضا مشروعك كصاحب اختصاص وإحنا نضم صوتنا لصوتك وما أقول لك الناشد وندعو لأن إحنا أصحاب الشأن لكن جادين بهذا العمل وماضين نحو التحول للرقم الشامل اللي هو ما أعرف بعد كم سنة أنتم اثنينكم أصحاب اختصاص أنا رجل أتحدث بطريقة إدارية وإعلامية أستاذ حيدر تحدث الأستاذ مصطفى هذا الملف بلي. واحد من أهم أولويات الحكومة وماضين لخدمة المواطن طيب. أيضا أكو موضوع آخر أستاذ حيدر إذا كنت تسمعني فقط مداخلة نعم فقط مداخلة أستاذ حيدر فرض عليه روح للدار روح. أيضا طيب. أنا قلت في بداية كلامي مو كل مؤسسات الدولة هي أتمتت ولا كل الخدمات طيب. إذن أنت احتمال سألت على خدمة غير مؤتمتة وغير داخلة بالنظام ومركز البيانات الوطني فاتح ذراعه ونيابة عن كل الكادر أنا أقدم لك دعوة تشرفنا وتشوفها وتقعد وياهم وتطلع على كل هذه دعوة أريد رحابة صدرك بهاي الجزئية أستاذ حيدر وراح أتكلمك بدون دبلوماسية وأنا رجل دبلوماسي بالحوار معروف عني عندي 400 لقاء تلفزيوني ما في اليوم خطأت بكلمة واحدة قانونية بس راح أتكلم لك بأخوية أستاذ حيدر مركز بيانات الوطني تم توجيه دعوة إلي بال 2021 من قبل الأمانة عامة مجلس الوزراء لكفاءتي حتى اروح التقي بهم والتقيت بسعد مسؤول عن مركز البيانات الوطني واجي لك من الشعر بيت حتى تعرف شلون احنا بيئه طارده لكفاءات انا رجال مخرج 5 دورات امن سيبراني الجامعه الامريكيه جامعه المشرق جامعه الجامعات العراقيه والمستنصريه 4 مرات استضافتني لمحاضرات بالامن السيبراني وموجود انا على منصات التواصل الاجتماعي كخبير تكنولوجي تعرف مركز البيانات الوطني ايش قال علي؟ قال علي ان كواليفايد بيرسون شخص غير مؤهل انه هذا يجي يكون على مركز بيانات فانتوا يا سر حيدر ما دا اتكلم على جنابك كلام دا اتكلم على البيئه العراقيه هي بيئه طارده للكفاءات
بيئه غير مستقبليه. هذه وجهه وهذه وجهه نظرهم الفنيه، يعني انا قلت لك انا مو اختصاص، وجهه نظرهم الفنيه. فلهذا يعني احنا صعب التغير، واني معاك انه دوله رئيس الوزراء ماضي امانه عامه ماضي، هو نفسه مركز بيانات ماضي بالتحول الرقمي ترى ماضي، ولكن استاذ حيدر هل بالامكان انه نسوي 10 سنوات سنتين؟ هل بالامكان انه اهاليتنا المتقاعدين يوقفون على الشباك بالشمس لسنتين ونظر ياخذ الراتب التقاعدي مالته وده يكفح بيه التبريد؟ هل بالامكان بخمس اشهر نسويها؟ منظمات وجهد الكفاءات ان شاء الله. استاذ مصطفى استاذ حيدر انا ما ادخل الجنه بالدعاء، ادخل الجنه بالعمل. هل أنا بجهدي إيه فقط مع المنظمات لو عملي عملي على أرض الواقع؟ نعمل إحنا نعمل. أستاذ مصطفى أنت ذكرت تحتاج إلى فلوس حتى إن أتمت، وقلت إن شاء الله بالألفين وثلاثين العراق لا زال غير مؤهل للحوكمة الإلكترونية. توجه بهذه الأسئلة إلى الأستاذ حيدر حتى نفهم أستاذ حيدر إيش قد رزة الحكومة لهذا الملف. ما عندي رقم حقيقه، يعني مو انه حتى اخفي، ما عندي علم انه ايش قد رصدت، لكن اكو الموازنه السنويه هنالك اموال تخصص الى مركز البيانات الوطني عبر الامانه العامه لمجلس الوزراء، موازنتها بعد ان ترفع شنو حاجتهم حاله حال بقيه الوزارات، واذا تجي الاموال واذا نشتغل وتجي هنالك اجهزه ومعدات، وانا ذكرت ايضا قبل قليل هنالك مذكرات تفاهم واتفاقيات ومعاهدات مع منظمات دولية ومع شركات رصينة لتطوير هذا المركز، وأيضا يعني هذه المنظمات وهذه الشركات الآن هي موجودة ومتواصلة مع مركز بيانات الوطني، اجتماعات مستمرة، وهذا مو كلام إنشائي لكن فعلا نحن جادين. لكن اتفق الأستاذ مصطفى والأستاذ مازن وتجاوز الديمقراطية والقضاء على الفساد. اتفق الأستاذ مصطفى والأستاذ مازن إلى أنه في عام 2030 إذا الله انطانا عمر إن شاء الله فالعراق إن شاء الله سيعاني من الحوكمة الإلكترونية، ما رح نوصل إلى مرحلة إيجابية. تتفق أو لا تتفق في هذه الجزئية بمعنى أنه إجراءات الحكومة بطيئة؟ يعني ست سنوات، يعني أنطيش توقع على ست سنوات وإحنا ما نقدر نتوقع بعد دقيقة إيش راح يصير؟ طبعا لا هذا خو ما يصير، لكن احنا نقول انه احنا دا نعمل بالخطوات حسب ما مخطط ضمن البرنامج الحكومي وضمن الخطه والرؤيه اللي قدمتها دائره مركز البيانات الوطني، وايضا ضمن توجه الامانه العامه لمجلس الوزراء على اعتبار هي رئيسه سكرتاريه الحكومه بالعراق. طيب انا اوجه يعني ملاحظه بسيطه من خلال قناتكم، احنا عندنا لونج تيرم للاصلاح التكنولوجي في العراق وعندنا شورت تيرم مدى بعيد ومدى قصير. اذا تدون المدى القصير نتعاون مع احدى الشركات الاجنبيه العالميه المعروفه، يقول لك تعال ناخذ العراق استثمار 6 اشهر بنوع تحتيه تكنولوجيه تدريب تطوير الكوادر العراقيه، انا امنع لك كل العمليه اسوي لك البنى التحتيه وامنع لك الفساد واتمت لك العراق 100% ويراد اصرف مالي. اما اذا تريد كوادرنا المحليه احنا كعراقيين كشبابنا كطلابنا مهندسينا فالعمليه تاخذ لك من 10 الى 15 سنه استاذ حيدر، يعني حقيقه انه هذا كلام مو جاي يعني على راسك. قلت لك عندنا شركات رصينه عالميه مسوي طيب موقعين اتفاقيات. طيب هذه النقطه جدا واضحه الدوليه هي عرضت خدماتها. نعم اذا ماضين بهذا الملف، عندنا طيب الكفاءات المحليه وعندنا الخبرات الاجنبيه طيب والشركات العالميه اللي نشتغل معها. وضحت الفكره استاذ مازن، اريد رايك باختصار، اليوم راح نحتاج للموظفين، يعني عندنا 5 موظفين او 4 موظفين للمواطن الواحد، اذا هسه احنا اتجهنا للحوكمه او للاتمته شو اسوي بموظف حتى ما يسمع مني؟ يعني انا اروح للدوائر الله وكيلك ترى ما يسمع مني ولا يفتهم معاملتي ولا يبه، اذا خليها الكترونيه وخلنا نقلل من هذا الضخ والزخم على الحكومه باعطاء رواتب للموظفين وخلاص ينتهي الموضوع. ست بدايه احنا يعني جانب الفساد حتى نرجع للنقطه الاولى، اليوم مثلا في نظام الغاء معاملات صحه الصدور مثلا اذا صار تزوير مثلا عندنا صار الموظف يعرف من شكل الكيو ار، صار عنده خبره لان احنا دربنا اكثر من 11,000 موظف في عموم العراق. طيب صار من شكل الكيو ار يعرفه هذا مزور، واذا كان اكو تلاعب بين موظف ضعيف نفس او الى اخره بالجانب الورقي المعامله من تنضم، يعني باختصار راح نقلل منهم لو ما راح اسمحي لي ست راح تنضم المعامله تنضم بس بالجانب الالكتروني هاي النظام يسجل كل حركه فهاي الحركات تنكشف ولو بعد حين. اي انا شو اسوي بموظفين لما عندي اتمته يا استاذ مازن؟ هذا سؤال
لاست هو الاتمته هو من يشغلها غير الموظفين بس يعني انا راح استثمر واحد بس انا راح استثمر اربع موظفين للمواطن انا راح استثمره للموظف يعني من الميزات اللي يوفرها الجانب طيب. الالكتروني انه اني اقدر الموظف اراقبه اقدر اتابعه اقدر اخليه يشتغل حتى من البيت هذا الجانب الفكرة. الالكتروني استاذ مصطفى باختصار ب 30 ثانيه لو سمحت اليوم البيانات مال المواطنين محميه من الانتهاك السبراني انت قلتيها قبل شويه تم تسريب بياناتنا على مو من مركز البيانات استاذ مصطفى تم تسريب بيانات اكو بيانات عالميه تم تسريبها من فيسبوك وتليجرام بس يقول لك بياناتك مو مركز البيانات تم تسريب بيانات الحمد لله لحد الان ما عندنا اي خرق احنا تم تسريب بيانات الاجهزه الامنيه القوات الامنيه مطلوبين الغير مطلوبين منظمات المجتمع المدني الحشد الشعبي المواطني 38 مليون داتا بيس على العراقيين تم تسريبها على اجهزه دوائر الدوله العراقيه على الواتساب والتليجرام وغيرها هذا شيء يدل على انه احنا عندنا ضعف بالمنظومه الامن السيبراني في العراق وهذه تطبيقات عالميه تم تسريبها من فيسبوك مو تم تسريب البطاقه التموينيه تم تسريب معلوماتي انا تم تسريبها بالامن الوطني يقول لك من البرامج يعني لا البطاقه التموينيه ما تشعليها بالفيسبوك ستي العزيزه يعني احنا عندنا مشكله بالامن السيبراني احنا بياناتنا طيب. تم تسريبها هذا ضعف ملاحظه واحده انه كاس رايقة بالايام تم تعرضها الى اختراق 48 او 98 مليون حاسبه في العالم تم اختراقها من وراء كاس رايك 40 مليار دولار نزلت واردات المايكروسوفت وراء هذا الاختراق العراق في معزل عن هذا الاختراق ينطيك انديكيتر او سؤالين هل العراق كلش مؤتمت اقوى من امريكا لو العراق اصلا ما اخترق لانه ما مرتبط بالانترنت اخلي سؤال وجيه اخلي السؤال الجواب لكم الخبير التقني مصطفى الموسوي حياك الله شكرا جزيلا عليك. الاستاذ مازن جاسم حمد مدير مشاريع في دائره البيانات الوطنيه ثواني. شكرا جزيلا 10 ثواني مو اكثر استاذ حيدر لانه بالفعل وقت انتهى تفضل ما صار اختراق هو مو اختراق لكن موظف فاسد سرب هذه البيانات والمعلومات الخاصة بقاعدة البيانات وسلمها إلى شخص عدى قناة ونشرها طيب شكرا جزيلا الأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حياك الله شكرا جزيلا على كل ما تفضلت فيه إذن نتحدث الآن عن إجراءات وزارة الصحة لمنع انتقال جدري القردة إلى العراق راح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع هذا التقرير جدري القردة يعود من جديد بعد تفشيه في 5 دول إفريقية وسط مخاوف من أن يتحول إلى وباء عالمي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية خطر المرض الذي يهدد جميع أنحاء العالم ما استدعى وزارة الصحة العراقية اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشيه في البلاد فما هو المرض وكيف ينتشر؟ وزارة الصحة العراقية من باب الوقاية خير من العلاج اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية وتنبيه على كافة الدوائر الصحة في عموم العراق بسبيل الوقاية وعدم تسجيل الإصابات وكذلك تعزيز الصحة في مجال التثقيف الصحي حول هذا المرض هو أحد الأمراض الفيروسية المعدية اللي قد ينتقل من الحيوان إلى الإنسان أو بين من الإنسان إلى الإنسان انتقاله إما عن طريق التلامس الطفح الجلدي أو الاتصال الجنسي أو عن طريق التنفس فلذلك إجراءات النظافة الشخصية ولبس الكمامات والحذر من أي شخص قد يكون عنده بعض العلامات الطفح الجلدي ويؤكد مواطنون ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة الوافدين للعراق داخل المطارات تحسبا من دخول حالات الإصابة بالمرض فضلا عن منع استيراد الحيوانات المسبب الرئيسي بنقل الفيروس ضبط المطارات ضبط الحدود المناطق الحدودية اللي بحيث بيها مثلا استيراد أو تصدير مثلا للحيوانات إن كان مسامع أو الوافدين اللي جايين مثلا من باقي الدول أرجو ضبط هذا الشيء لمنع تفشي هذا الوباء كورونا طبعا وزارة الصحة أعلنت التأهب الكامل وضعت إجراءات احترازية في المناطق الحدودية واللي يشتبه بهم تأخذ لمصحة تعالجي حتى لا يدخل المرض للعراق ويسبب بخسائر اقتصادية انخفاض النفط وحتى أيضا يعني خسائر اجتماعية فبالتالي اتخذت هذه الإجراءات ونتمنى أيضا من وزارة الصحة أن تعالج الموقف قبل وقوع المرض وانتشاره رغم خلوه من العراق وزارة الصحة توجه باتخاذ التدابير والاحتياطات لمواجهة جدري القردة بعد تفشيه بأكثر من دولة من بغداد شيبان سامي قناة الأيام الفضائية
الحوار ملفنا الثاني راح يكون عبر سكايب مع الطبيب الاختصاص بالأمراض الانتقالية من بغداد الدكتور زياد حازم. حياك الله دكتور. أنا وسهلا، مساء الخير والعافية. حياك الله دكتور. بداية خلينا نحكي شنو هو مرض جدري القرود، وش قد الفترة بين الإصابة وبين ظهور الأعراض؟ نعم، الحقيقة هو التهاب فيروسي يصيب الإنسان ويصيب الحيوان، لذلك يعتبر من الأمراض حيوانية المنشأ. معظم الحيوانات اللي قد تصاب بهذا الفيروس من الممكن أن تنتشر أو تأذي الإنسان، خاصة إذا تم أكلها تكون لحومها غير مطبوخة بصورة جيدة، لحوم النية. أيضا قد ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وقد ينتقل عن طريق التنفس. التلامس بين الشخص المصاب بالطفح الجلدي أو بالتقرحات أو بالحبوب اللي تكون تشبه جدري الماء اللي احنا نسميه أبو خريان، أيضا بإمكانه أن ينقل العدوى. طيب. فترة حضانة المرض تقريبا من يومين إلى أسبوع، وقد يمتد أكثر. لكن العلامات اللي تصاحب الظهور الطفح الحراري الجلدي هو ارتفاع درجة الحرارة، الحمى، قد يكون صاحبه التهاب بالحلق، أيضا التهاب الغدد الليمفاوية، التعب الشديد والإعياء. كل هاي العلامات والأعراض ما تستمر أكثر من أسبوعين إلى 4 أسابيع. معظم أغلبية الحالات اللي مصابة بجدري القرود من الممكن أن تشفى تلقائيا، إلا إذا كانت مناعة الشخص ضعيفة، بعض الأطفال، بعض الحوامل، والأشخاص اللي عندهم بعض الالتهابات المناعية قد تكون إصابتهم شديدة. طيب، ورحب الآن باستشاري الصحة العامة الدكتور حسن علوان معي عبر الهاتف. حياك الله. حياكم الله، حياتني وحياتكم، حياتنا لكم للزملاء الإخوان الضيوف الأكارم. حياك الله دكتور. دكتور حياك الله دكتور حسن. يعني بداية احنا نعرف عن هذا المرض انه كان ما ينتقل من الحيوان الى الانسان، شنو الطفرة الجينية اللي خلته ينتقل من الحيوان الى الانسان، وكيفية الانتقال لو سمحت؟ نعم، هاي المشكلة اللي يصير بالفيروسات. فيروس يكيف نفسه ويصير طفرات به. هذا الفيروس مال جدري القردة أو مونكي بوكس، أول ما اكتشفوه بال58 في حظيرة بالدنمارك بمجموعة من القردة. بعدين لأول مرة عام 1970 أول حالة بشرية يعني انتقل للإنسان هي في الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهاي الكونغو والمناطق الأفريقية معروف عنها، ولازم نفكر احنا بجغرافية المرض، وهذا علم الوبائيات مهم، خاصة علم الوبائيات الوصفي والتحليلي. لازم نعرف وين بؤر الأمراض بالعالم، لأنه العالم أصبح قرية صغيرة الآن. اللي مصاب بأفريقيا يمكن يجي للزيارة، ممكن يجي للحج، ممكن يروح لأمريكا. لذلك هاي الأمراض اللي كانت محصورة بالدول الأفريقية، ومنها مرض جدري القردة اللي محصور بعشر الدول الأفريقية، بالكاد ينتقل للخارج، لكن التطور السريع والظروف الأخرى، حتى الظروف البيئية منها تغير المناخ مثلا وزيادة عدد الناس وقلة موارد الغذاء والناس تتغذى على الطرائد المختلفة، خلى هذا الفيروس ينتقل من الحيوان هو حيواني المنشأ، زونوتك ديزيز سهولة، يعني مصدر ذلك. أكو الآن شعار يجب أن يطبق بالعراق، رفعت منظمة الصحة العالمية، هذا واجب شرعي علينا احنا كناس وقائيين نهتم. الإمام علي عليه السلام يقول الصحة أفضل النعم، يقول أيضا في حكمه المختصرة، من المختصرة الصحة بضاعة، والتأني عن شرائها والوقاية منها
سلام الله على ابو الحسن، لكن اريد اسالك بصراحه، اليوم اكو تخوف خاف نرجع لسيناريو كورونا، غلق المطارات، عدم التلامس، وانت تتذكر ايام كورونا وضيم كورونا، ممكن ننتقل الى هذه المرحله، خاصه انه نسبه انتشار المرض بلغت 161% منذ عام 2023 حتى اليوم، يعني نسبه العدوى جدا شديده. كلك يعني هي شنو نسبه؟ لذلك ليهم يقول وباء، شنو وباء؟ يقول مرض اصبح على شكل فوعه وباء، اي زاد عن المتوقع. متوقع احنا نقول 80 50% مو 160%، فطفر طفره غير اعتياديه. هنا يجي مصدر القلق، وهذه ايضا من صفات الامراض الفيروسيه. تعرفون انتم اسباب الامراض متعدده طبعا، جراثيم تسويها والطفيليات وغيرها، بس الفيروس هو اللي ينتشر بسرعه. واحنا بالعراق ومع الاسف، والله يحفظنا ان شاء الله يا وقدرته، احنا عندنا اوبئه ما شاء الله تضرب اكثر من باقي دول العالم. يعني عندنا مرضين فيروسيات، ويعرفون الاخوان الضيوف يعني عندنا مرض العصبه مثلا فيروس بشر. العراق ثالث منظمة الصحة، أكبر أسوأ دولة صار بها. وضحت الفكرة دكتور. نعم. وضحت الفكرة. زين. وبعد عندنا منه هم الكونغو، القرم الكونغو النسفية. وضحت الفكرة أستاذ. نعم. استشار الصحة العامة الدكتور حسن علوان، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، حياك الله. أرجع لك دكتور زياد، رح نرجع الكورونا لو لا؟ يعني الحقيقة تعقيبا على كلام دكتور حسن، المصدر القلق الآن واحد يقول ليش منظمة الصحة العالمية قلقة؟ الحقيقة بال 2022 هو هذا الفيروس جدري القرود بسلالتين، سلالة رقم واحد سلالة رقم اثنين. سلالة رقم واحد تكون نوعا ما شديدة. بال 2022 كانت هناك سلالة رقم اثنين اللي هي انتشرت انتشارها كبير لكن شدتها خفيفة. الحالات اللي ظهرت الخميس الماضي هو من سلالة رقم واحد اللي هي شديدة، أشد من سلالة رقم اثنين، سلالة رقم واحد بي يسموها. فلذلك منظمة الصحة العالمية دقت الناقوس الخطر. طيب رح نرجع لأجواء كورونا دكتور لولا؟ يعني باعتقادي احنا لحد الآن بما أن العراق ما سجل اي اصابه بال 2022 والاجراءات اللي اتخذتها وزاره الصحه واداره الصحه العامه ومركز السيطره على الامراض الانتقاليه من سنه 2022 ورجع اكد عليها قبل يومين، ان شاء الله ما نرجع الى ما كنا عليه في ايام كورونا. حياك الله، شكرا جزيلا الطبيب الاختصاص بالامراض الانتقاليه من بغداد الدكتور زياد حازم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذا قبل أن نروح وياكم لموجزنا الخبري، خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول إعلان لقاء نور زهير على إحدى الفضائيات العراقية، والذي أثار بطبيعة الحال الجدل خلال 24 ساعة الماضية. لنتابع. ننتقل بكم الآن إلى الموجز الخبري.
اللجنة العليا لزيارة الأربعين تعلن دخول أكثر من 1,200,000 زائر إلى البلاد ومغادرة أكثر من 679,000. وزير الداخلية يوجه بانسيابية حركة زائري الأربعينية ومنع حصول أي زخم على الطرقات. جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد استعداده التام لمواجهة أي خطر أو عمل ممكن أن يفكر به الإرهابيون. الحشد الشعبي يعلن إنجاز العملية الأمنية التفتيشية المشتركة شمالي ديالى ضمن جهود تأمين الزيارة. محافظة البصرة تعلن تعطيل الدوام الرسمي أيام الأربعاء والخميس والأحد المقبل لإحياء زيارة الأربعين. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير. إلى اللقاء.